الدور اللي انا غادي نلعب في هذه المسلسل شكون اللي كان يقول هو واحد الشخصيه ديال واحد الانسان اللي يستر عليه الله وكيعمل اعمال الخير يعني كيتكلف بواحد الشابات والشباب اللي هما متخلى عندهم اللي كيكونوا في الخيريه وعنده مجموعه ديال يعني رجل اعمال. وهذا بالنسبه لي انا دور شيء ما مختلف على الادوار اللي كنت فيه لعبت، لان شخصيه اخرى رزينه ثقه في راسها عندي، هذا هو الشكل اللي كنحاول انني نعطي هاد الابتسامات ديال هاد الشخصيه هادي. طبعا بلا ديريكسيون ديال صفاء بركه المخرجه ديالنا والانتاج ديال ديسكونيكتد طبعا ديال خالد النقري اللي الاعمال ديالو كلها اللي انتجها كتكون في المستوى، وانا جد فرحان انني نشتغل مع الطاقم هذا. بالنسبه يعني للدراما المغربيه ما بقاش هذا الاختلاف ما بين الجيل القديم والجديد، وهذه وصلنا لانه الاشتغال الاحترافي كنحترموا بعضياتنا كنحترموا العمل اللي كنخدموا فيه كالطاقم التقني كنحترموا الناس اللي دايرين بينا، يعني وصلنا لواحد النضج فني اللي الحمد لله كنتمناو انه نزيدوا طبعا لقدام، لان حتى واحد ما كره، ولكن ما بقاش هذا الاختلاف وما كاينش ذاك الصراع الاجيال ما كاينش. انا الاشتغال ديالي يعني انا التكوين ديالي هو المسرح، يعني من خلال المعهد ديال الدار البيضاء، من بعد التحقت بالفرقة الطيب صديقي، درت جولات في المغرب، كيبقى هذا هو الحب الاول طبعا، ولكن الاشتغال ولكن التلفزيون كيعطي للممثل فرصه ديال الانتشار، كيولي محبوب، كيولي كيعرفوه الناس، كيولي حتى ملي كتلعب المسرح كيخليهم انهم يجيو يشوفوك من خلال انهم راه شاهدوك في التلفزيون، لان التلفزيون كيلعب دور كبير بالنسبه للفنان.